والآثار ستأتي بإذن الله، لكننا نطلب، أنا لا أدري يعني أطلب هذا الأمر كثيرا ولا زلت أطلب. ماذا؟ وأقول إننا من الحسن بنا أن ننتقل بالزكاة إلى الجانب الفعلي، لا أن ندفعها أموال نقدية. يكفينا نعم. دفع الأموال النقدية. الأموال النقدية قد تكون هي من أسباب ما أخرنا نعم. عن أن نرى هذا، وبفضل الله تعالى كثيرون يستحقون ويستطيعون أن يعملوا معنا الآن. هذه الأزمة التي يمر الناس بها نعم. يفترض أنها حينما تأتي مجتمعات المسلمين لا تكون بتلك الأضرار التي تكون في غير مجتمعات المسلمين. بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الأغنياء الذين يكون في حوزتهم في قريتهم فقير يبيت طاويا وهم يعلمون به ولا يطعمونه، هذا يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سنكون في مثل هذه الأزمات بإذن الله سبحانه وتعالى أكثر تماسكا. الذين سرحوا من أعمالهم يفترض للزكاة أن يكون لها دور في مثل هذا، ولها دور بفضل الله تعالى كما أفهم من كثير من السائلين لها دور، ولكن لا بد من أن ندخل في هذا في جانب التنظيم والتنظير، وأن نجاوز مرحلة إعطاء الأموال النقدية، لأنه بإعطاء الأموال النقدية لن نخرج أحدا من الفقر، فهذه اليد ستمتد إلينا مرة أخرى. نعم الأمر ليس سهلا ويسيرا، يستلزم دراسات جدوى في بعض الأحيان، يستلزم بعض الجهود المضاعفة لأجل أن نصل إلى أن الفقير نملكه عدة إنتاجية. فمثل هذا بإذن الله تعالى الخير المأمول سيكون بقدر كما في قاعدة الفقهاء، الغنم بالغرم، مع التعب بإذن الله تعالى سيكون ذلك. وربنا سبحانه وتعالى ما ارتضى لمؤسسة الزكاة إلا أن تكون مستقلة، حينما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، بمعنى أنه كفل لها الاستقلال التام. وهذا كله لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون هنالك إنتاج وآثار بإذن الله، وستكون بإذن الله بإذن تعالى الله. أنا يعني أنظر بإذن الله تعالى بعين التفاؤل نعم. للأعمال التي أراها كثيرا من الإخوة القائمين نعم. على الفرق الخيرية وعلى لجان الزكاة.